هو المفروض بيصور ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today إن شاء الله we are going to talk about the introduction. The introduction. Introduction to Gazmo. أمر بسيط جدا. حتى اصلا last learning outcome هيكلمك على three concept اصلا متعلقين بده. هيكلمك على fusion diffusion وهيكلمك على حاجه اسمها Graham flow. بسيط جدا يعني ممكن اعتبر ده هو عباره عن learning outcome اللي هو 7 و 8 هو عباره عن one learning outcome. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم أعرف معنى كلمة جاز. Gas, small amount of the gas. I can hold it. I hold them with my hand. Can taking all the room and taking the small area. ممكن ياخدوا الرول دي كلها وممكن ياخدوا حاجة صغيرة خالص. حاجة صغيرة خالص. ده الجاز. Volume. معنى اتكلم على كلمة الفوليوم يبقى أنا بتكلم على space occupied by the gas. And equipped the container by pressure. الله ما دام اتكلمت على البريشر كلمة بريشر يعني ايه؟ force affect the unit area. So force by which the gas affects the unit area. وما دام بنتكلم على الجاز يبقى الجاز must be controlled لازم اتحكم فيه بحاجة عن طريق حاجة اسمها natural law. Formula observed can be measured depending on the behavior of the gas. يعني لما انا اقول لحضراتكم جنرال جاز لو في بي ايكوال ان ار تي مش مطلوب من حضراتكم لكن مطلوب منك تعرف ان ده هقدر اقول عليه جاز لو. هو عباره عن لو ثرو ويتش ذس او ثرو ذس لو وي كان كنترول ذا بيهيفير اوف ذا جاز. احنا ممكن نتحكم في ظروف الجاز. اصلا مش ده بتاع الايديال جاز لما بيكون في الاس تي Standard temperature and pressure. يبقى انا هنا بتكلم على قانون اقدر الاحظه خلاص لان هلاحظ منه حاجات. هلاحظ البريشر الفوليوم هلاحظ النمبر اوف مولز هلاحظ التمبريتشر كان بي ميجر لان الحاجات دي كلها بتبقى حاجات بتتقاس. وما دام بتتكلم على حاجات بتتقاس يبقى انت لازم تتكلم على الجاز بروبرتيز. كل رمز بيشير ليه؟ البي ذا بريشر في ذا فوليوم ان نمبر اوف مولز الار ذا كونستنت اوف ذا جاز 8.31 او 0.0831
والتمبريتشر بتكون بالدجري كيلفن. طيب مدام حضرتك بدات تتكلم على حاجات زي كده you must talk about the properties of the gas. Gas properties. Gas properties. ايه هي الجاز بروبرتس؟ تي بي في ان. مش هنتكلم عن ان اللي هي النمبر تمبريتشر بريشر اند فوليوم. تمبريتشر بريشر فوليوم. معايا؟ Constant of the gas. Gas constant. 831 in 8.31. That value. Degree Kelvin. Degree Kelvin. Okay. بصوا بقى معايا. لو أنا اتكلمت على اليونتس بتاعت الحاجات دي. التمبريتشر. أولاً هو إيه أصلاً تعريف التمبريتشر؟ هي عبارة عن degree of the hotness or coldness. degree or coldness. scale show us the way of transfer. حمد الله. heat energy between two bodies differ in temperature. differ in temperature. دي هنا temperature. since ان حضرتك بتتكلم عن temperature you must determine that unit used to measure the temperature. temperature measured by degree Celsius, degree Kelvin, degree Fahrenheit. But we talk about the Kelvin. ازاي اقدر اعمل conversion between the different units? temperature on the Kelvin scale equals temperature in the degree Celsius plus 273 or temperature in Fahrenheit plus 32 multiplied 5 over 9 أو من الفهرنهايت to the Kelvin. 5 over 9. أصلاً دي بتبقى مايلوس. مايلوس. أصلاً ده سليزيس. ده سليزيس 9 over 5. degree by Fahrenheit equal degree by Celsius plus 32 over 5 over 9. ما مش بنستخدمه كتير أوي. غالباً احنا بنستخدم degree Kelvin. ماشي؟ طيب. حضرتك بقى اتكلمت عن التمبريتشر نتكلم عن البروبرتي الثانيه اللي هي مين؟ البريشر. بريشر ليه ديفرنت يونتس خلاص وغالبا البريشر زي ما قلت فورس افكت ذا يونت اريا هو بتاثر على وحده المساحه فاليونت بتاعتي هتكون ايه؟ بار سنتيمتر مركري ورينا القانون. هتاخدي التمبريتشر بالدجري سيليزيوس وتعملي لها بلس 32 وتضربيها في 9 اوفر 5. 9 اوفر 5 مش 5 اوفر 9. اوكي ماشي ماشي ماشي. 9 over 5. مش هنبقى عليها اختلاف، احنا غالبا بنستخدم اللي فوق. طيب نكمل. تعالوا حضراتكم
انا عندي بار، عندي سنتيمتر مركري او مليمتر مركري. ممكن يكون ايه تاني كمان؟ ممكن يكون باسكال. بص بقى معايا الوضع الاتموسفير بريشر بالنسبة لكيلو باسكال 1.01325، وبالنسبة للاتموسفير بريشر بالنسبة للمليمتر مركري 760 مليمتر مركري. يعني لو جيت قلت لحضرتك دلوقتي انا عندي الكيلو باسكال 5 وعاوزه بالاتموسفير بريشر هحط هنا 5 كروس مالتيبليكيشن تروح تبعت. لو جيت قلت لحضرتك انا عندي بالمليمتر مركري 240 احط هنا 240 كروس مالتيبليكيشن. طب افرض قال لك انا عاوز من المليمتر مركري كيلو باسكال، شيل دي من النص يبقى 760 مليمتر مركري ايكوال 1.00 أو 0.1325 من كيلو باسكال. طيب كلمت على الفوليوم، الفوليوم هو specified by an object، يبقى الفوليوم ليه يونتس. بس قبل ما اتكلم عن الفوليوم حضرتك انا بقيس البريشر ازاي؟ بقيس البريشر في النورمال بارومتر بارومترز. البارومترز دي ديفايسز يوز تو ميجر ذا بريشر. الشكل المعتاد اللي حضرتك عارفه بالنسبه للبارومتر المنظر ده تيوب inserted in the mercury and we find the mercury at one atmospheric pressure. The height of the mercury 776 centimeter. في بارومتر ثانية؟ في عندي بارومتر اسمه altimeter وفي aneroid. الالتيميتر ده ديتيرمين ديريفيشن اباف ذا سي ليفل، بيحدد الارتفاع فوق سطح البحر. ماشي؟ باي ديتيرمين ذا اتموسفيريك بريشر، يعني بيكون في جوه الايروبلين ومتراكم 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. لو انا مثلا بوينتر بتاعي واقف عند 3 يبقى انا 3000 متر او 3000 فيت فروم ذا سي ليفل. الاديرويد بيكون السكيل بتاعه متقسم كده مثلا 1000 2000. البوينتر بتاعي هو مثلا ده يدل ان الجو بتاعي مثلا دراي او رين. تمام 1.03 × 10^2 كيلو باسكال. ماشي 1013 ايا كان، فانا عشان كده زحزحت العلامه، ايا كان الرقم دي كلها كونستنس ثوابت، هيديها لك باي نفس الرقم، لان انا ممكن اقولها لك بطريقه حضرتك لما يجي لك وقت الامتحان هتتقال بايه؟ بطريقه، بس المهم ان هو نفس الرقم، نفس ايه؟ الرقم. وقت لما نيجي نحل مسائل هنستخدمه ما تقلقوش. ماشي؟ اكتبوا الارقام كده لغايه ما نتاكد لكم بحاجه اساسيه او حاجه اسينشالي بالنسبه لنا، خلاص؟ altimeter to determine the altitude above the sea level الارتفاع فوق سطح البحر by determine the atmospheric pressure. ده بيوجد في الطيارات ده تقريبا. ده موجود في الايروبلينز. اما الانيرويد to determine the possible weather conditions by knowing the pressure. بعرف بيه ظروف الطقس عن طريق معرفه الايه؟ البريشر. معلش تاني كده. تاني. altimeter to determine the altitude above the sea level by determine the atmospheric pressure. Altitude. ماشي؟ أما الأنيرويد to determine the possible weather conditions
by determine the pressure. By determine pressure. Weather conditions. Weather conditions. ظروف المناخية في اليوم. Day weather conditions. بالpressure ده بيعرف حاجة باليوم. بالضبط. طيب. تشارلز لو البي في بي 1 بي 1 ديفايدد تي ايكوال بي 2 في 2 ديفايدد تي تقريبا لسه هنتكلم عن القوانين دي كلها. انا اتكلمت الجنرال لو بتاعهم كلهم. دلوقتي انا هتكلم على اخر حاجه هنهي بيها وهيتفضل لكم في الليرنينج اوت كام ده تو كونسبت. هو بسيط جدا والله. البارومتر ده devices or apparatus used to measure the what to measure the atmospheric pressure عشان بتقيس بيه الضغط. اللي انا هتكلم عنه في دلوقتي وهناخد مسائل عليه اللي هو تشارلز لو عشان ننجز عشان ننجز. خليكم معايا. حد عاوز حاجه من البورد من الناحيه دي؟ تمام. نكمل. انا هقارن دلوقتي بالنسبه للجاز لو بين بويلز لو وتشارلز لو. بويلز وتشارلز دول القانون ده ان اللو اوف ذا جاز او ذا اي جاز ده قانون محطوط. هتشوف الاصل بتاعه دلوقتي. احنا بنحفظ قيمه الار لما بيتغير البريشر ولا بيبان هو بيديك كل القيم. ماشي. We work in the standard temperature and pressure. أنا بشتغل في الضغط المعتاد. Coils and charge. اللي هي room temperature 25 degree Celsius. ماشي؟ خلي بالك. القصه كلها ان الكونديشنز نفسها احنا نتكلم على ايديال كونديشنز. دايما يا حضرتك تنزلي درجه حراره الصفر جوه الاوضه عشان تخليه ثلاجه عشان تبدأ التفاعل بتاعك ولا تخليه تعدل الظروف بتاعتك بحيث ان دي تعتبريها ان هي الايديال بعدله على اساس ان دي الايديال بتاعك. دايما most of the reaction taking place. ماشي؟ طيب. اللي قبل كده هنبعت حضرتك فرنسا عشان تروحي تشتغلي في المعمل اللي هو المعمل العيالي بتاعهم. كان ده مش مظبوط طبعا. بويلز هتبقى فرصه صح؟ بويلز لو تشارلز لو بويلز بيشتغل على ايه؟ ان البي انفرس بروبوشنال تو ذا فوليوم بس امتى؟ كونستنت تمبريتشر. تشارلز بيشتغل ان ال V directly proportional with the temperature but constant pressure. At the constant pressure, the volume is directly proportional to the temperature. It is the Charles law. At the constant temperature, the pressure is the inversely proportional to the volume. So if we will find the relationship between the pressure and volume, you will find inverse proportional. The slope, it will be what? It will be key. K. حضراتكم دلوقتي لو شفنا المنظر ده انا هقول ال B هشيل الساين proportional sign هتبقى K over V. ماشي؟ يبقى السلوب بتاعي هو عباره عن ايه؟ ال K. طيب هناك the pressure أو ال volume was the temperature. It's directly proportional. So V equal K T. يعني أنا ممكن أقول إيه؟ إن ال V أو ال K equal V divided T. نكتب الـ mathematical formula for this slope. V1 V1 equal V2 V2. So the volume of the gas at the first case multiply the pressure of the gas in the first case, then we're making a new pressure and a new volume. So they are inversely proportional.
V1, V1 equal V2, V2. The mathematical law, our mathematical formula at the Poiret's law. Charles' law, V1 divided T1 equal V2 divided T2. Mathematical formula of what? Of a Charles' law. Directly proportional? Yes. We want to collect that two. Collection of this law, it will be like this. ونمشي عليكم. هتقول له ايه؟ P1 divided T1 equal V2 divided T2 وده مش موجود على حضرتك. يعني انت بتقول لك على الجاز برضه؟ الجاز ده قانون من قوانين الجازز، ماشي؟ ما عندنا different law of the gases. اتكلم مع حضراتكم دلوقتي على ايه؟ الكونسبت الاخير بالنسبه لي وهيفضلكم بس تو كونسبت بس بالنسبه للليرنينج اوت كام او دو تو ايدياز فكرتين بصوره. شكرا، ده كده مش عاوزين منه اكتر من كده. طب مثلا ده الاخير ده؟ لا بالاخير ان شاء الله. بقى لسه في قبل الاخير. هو ده الثيرمو؟ لا ده مش الثيرمو. البارت 2 اوف ذا ثيرمو وي ار جوينج تو توك اباوت ات ان شاء الله توداي. ايه اللي انا هتكلم عنه دلوقتي؟ هتكلم على الكيناتيك انرجي and the temperature. By increasing the kinetic energy, the temperature is increased. ماشي؟ ده عارفينه حضراتكم. لو انا اتكلم بقى على ideal gas، يعني ايه ideal gas؟ ideal gas is the gas that have ballistic collisions، تصادمات مرنه، التصادمات بتاعته تصادمات ما بتخبطش ببعضها بشكل قوي، مرنه ما بيحصلش عنها فقد في الطاقه. الفوليوم بتاعه كام؟ equal zero. The collision taking place in a straight line، بياخد في خط ايه؟ مستقيم. الفايده بتاعتي في الاخر خالص ان انا ايه؟ According to the collision between the molecules we find the kinetic energy directly proportional with the temperature. By increasing the kinetic energy, the temperature increase and vice versa. If the decrease the temperature, the kinetic energy is a decrease. ان شاء الله next session you'll find this in the PowerPoint. هوريها لحضراتكم بقى فكرة التصادمات دي بتتم ازاي. شكرا، مش محتاجين اكتر من كده. خلصنا.